السلام عليكم. نتكلم عن الفي اتش دي شوية. ايش الفي اتش دي؟ هو طبعا فتحة بين الليفت فنتركل والرايت فنتركل. طيب، فنسميها فنتركولا سيبتال ديفكت. اوكي، في منه انواع، في منه الماسكولار، في منه الممبرنس، في منه السب بالمونيك في اتش دي. يعني هذه اشهر 3 انواع من الفي اتش دي. طيب معلش الصورة وحشة، انا سيء جدا في التربية الفنية، بس مشوا حالكم. ف how they clinically present، ممكن في النيونات يبان على شكل ميرمر، وهذا الميرمر يكون على شكل باسوستوليك ميرمر. ليه باسوستوليك؟ لأنه زي ما عارفين إنه في سيستول، وقت انقباض الفنتركل يكون ضغط الدم في الليفت يعني فنتركل عالي، وكمان في الرايت فنتركل، بس في الليفت فنتركل الضغط فيه أعلى، فينتقل الدم من الليفت للرايت ويعمل لي لغط طول السيستول، نسميه باسوستوليك ميرمر. يعني هذا يمكن هم أعراض في النيونات، يمكن حتى ما بيكون يعني في أعراض تانية كثير. للسبب بسيط، إنه في النيونات زي ما احنا عارفين لما يتولدوا يكون ضغط الشريان يعني عندهم عالي شوية، عندهم شوية بلمونري هايبرتنشن، لأنه احنا عارفين إنه في الفيتس وبعد الولادة اللنج ما هي ويل ديفلوب، فبالتالي تلاقي الضغط في الأوعية الدموية في اللنج عالي شوية، فبالتالي ما حيكون في فرق بين الكبير من الرايت والليفت، فالشنت ما حيكون سيجنيفيكنت لانه الضغط يعني تقريبا يعني شبه متعادل في الايام الاولى من الحياه. لكن بعد الايام الاولى، يمكن بعد اول شهر او اثنين، يبدا يعني اللانج ديفلوب وينخفض ضغط الدم في الاوعيه الدمويه في الرئتين، وينقص البلمونري بلد بريشر، بالتالي ينخفض الضغط في الرايت فنتركل، وبالتالي الشنت حيزيد من الليفت للرايت لانه هنا الضغط انخفض، فالدم حينتقل اكثر من الليفت للرايت، وتظهر الميرمر اوضح وتظهر الاعراض اوضح. طبعا لما يكون الثقب او الفتحه اصغر يكون الميرمر يعني مو هارش وصوته اعلى، لما تكون الفتحه اكبر تكون الميرمر يعني اقل حده. طيب ايش الاعراض اللي حتبان بعد كده؟ يعني هنا الدم حيروح من الليفت للرايت، الدم حيتجمع في الرايت، جاي دم يعني من الليفت فنتركل، وكمان جاي دم من الانفيرا فينا كافا والسوبيرا فينا كافا، فيتجمع الدم هنا كثير ويعمل تضخم في عضلة القلب في البطين الايمن، ويضخ دم كثير على البلمونري ارتري، وبعد ما ضخ الدم الكثير يحصل في اللنك احتقان دموي كثير، تصير اللنج كونجستد، تصير اللنج كونجستد. وبعدين مع احتقان الرئتين الدم كله حيتجمع ويروح على البلمونري فين اللي حيروح على الليفت اتريوم، فبالتالي حيكون هنا عندي دم كثير ومن الليفت، وحيروح حيروح من الليفت اتريوم لليفت فنتركل، والليفت فنتركل حيتجمع فيه دم كثير جدا، ويحصل تضخم في عضلة القلب في البطين الأيسر، فيتجمع دم كثير هنا، وطبعا منه جزء حيروح للرايت، وطبعا جزء حيروح للأورطة، بس برضه الدم حيكون كثير، ومن كثرة الدم اللي هنا بعضه يعني حيحصل له باكورد، حيحصل له يعني ضغط مرتجع أو باكورد بريشر على البلمونري فين، فتكون اللنج يعني وهذا البريشر حيرجع اللنج ويخلي اللنج محتقنة أكثر، فبالتالي ليفت فنتركل كبير، رايت فنتركل كبير، لنج مليانة دم، هذا كله يعمل لي هايبر ديناميك سيركوليشن وساينز اوف هارت فيلير. فتلاقي الطفل عنده بور جروث، بور فيدينج، تلاقيه بينهج مع الرضاعة وبيعرق كثير، تكبنيا، ممكن يحصل لي احتقان في الرئتين ويعمل لي هذا ريكرنت شست انفكشن في ال يعني في الاكزام. كمان هنلاقي عنده هنا يعني بلجنج او ابيك سبيد، ونشوف الابيك سبيد كده يعني ديسبليست وهيف، وهنا كمان مع الوقت الرايت فنتركل حيتضخم هو كمان، يعمل لي باراستيرنال هيف، وهنا مع احتقان البلمونري ارتري واحتقان الرئتين حيحصل بلمونري هايبرتنشن، والبلمونري هايبرتنشن حيعمل لي لاود اس 2 يعني السكند هارت ساوند، حيكون صوته عالي بسبب ارتفاع الضغط في البلمونري سيركوليشن.
وكمان من الأعراض اللي ممكن تظهر لما يكون تدفق الدم هنا كبير، حيجمع دم كثير في الليفت أتريوم، هنا حيكون دم كثير. طيب، وهذا الدم الكثير حيحاول يتجاوز الميترال فالف، فلأنه هنا الدم كثير والميترال فالف يمكن ما يستوعب الدم هذا كله، فيعمل لي حاجة اسمها functional stenosis، يعني ستينوز وظيفي، يعني هو ما في انسداد تشريحي، يعني تشريحيا الميترال فالف كويس، بس مع ضغط الدم الكثير اللي هنا، طيب يعني كأنه الميترال فالف صار ضيق بالنسبة لكمية الدم الكبيرة، فيعمل لي حاجة اسمها functional ميترال ستينوزس، وهذا يظهر على شكل ميد دايستوليك ميرمر، وهذه من أعراض البيج في اس دي. إذا البيج في اس دي هيعمل لي displaced apex beat، هيعمل لي parasternal heave، loud S2، congested lung، functional mitral stenosis. طيب ايش العلاج في الحالات هذه؟ ممكن اول شيء نبدا بالميديكال ثيرابي، نعطي له فيروزامايد، نخفف البيلود عن طريق الفيروزامايد، ونخفف الافتر لود عن طريق الديكريز سيستميك فاسكولار ريزيستنت بالاي سي انهبيتر. نادرا ما نحتاج حاجه نزود الكاردياك كونتراكتيليتي، ممكن نعطي له يعني ديجوكسين في الحالات الشديده. فهذه ممكن طبعا نهتم بالتغذيه حقته، نعطي له لو سولت دايت، وممكن نعطي له فورمولا مركزه، هذول ما يستحملوا يعني فورمولا بحجم كبير، فنحاول نخلي الفورمولا مركزه، يعني تلاقي الفورمولا مليانه سعرات حراريه، على اساس انه يعني نعطي له فوليوم قليل بس يكون فيه سعرات حراريه عاليه. انترستنج انه الجايد لاينز الجديده تقول انه ما في داعي انه في الايزوليتد في اس دي نعطيهم انتي بيوتيك بروفلاكسيس، نو انديكيشن تو جيف انتي بيوتيك بروفلاكسيس، عشان نحميهم من افكتيف اندوكارداتيس في الدنتال بروسيجر او الجاسترو يورولوجي بروسيجر، لكن نعطي له بروفلاكسيس في حاله واحده بس، لو احنا قفلنا الفي اس دي وحطينا باتش معين، فهنا يعني هذا الباتش يعتبر يعني حاجه اسمها بروستيزيس او ماده غريبه، فهنا يعني ديك الساعه ممكن نعطي لهم انتي بيوتيك بروفلاكسيس عشان نحميه من انفكتيف اندوكارداتيس. وكمان ممكن نهتم بالدنتال هياجين في المرضى هدول. طيب متى نقفل ال في اس دي؟ طبعا ممكن نقفل ال في اس دي في الحالات التالية، لو عندي patient على medical treatment وما يستجيب على medical treatment و still in heart failure، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لما يكون عندي ال pulmonary blood flow مرة كبير، بحيث يكون نسبة ال pulmonary blood flow لل systemic blood flow 2:1، 2:1، يعني كمية الدم في البلمونري يعني circulation ضعف الكمية اللي تجي من الدم في systemic circulation. رقم ثلاثة، لما يكون عندي elevated يعني أو يكون عندي elevated أو pulmonary hyper يعني pulmonary hypertension، لما يكون عندي evidence إنه ضغط في الشريان يعني أو في pulmonary circulation زاد، ممكن نقفل ال VST، بس هذه تخضع لحالات. طيب لما يكون عندي البلمونري هايبرتنشن بس لسه الأوعية الدموية يعني حقت البلمونري فيزلز ما زال فيها ريزيستنت، ما هو عالي يعني للساعة يعني مفتوحة شوية، يعني صح الضغط فيها عالي بس لسه البلمونري بلاد بشر ما زالت يعني مفتوحة، فممكن نقفل الثقب هذا أو الفتحة دي حتى يعني نحافظ على اللنك، لأنه إيش اللي يحصل لو ارتفع الضغط زيادة وزاد الفاسكولار ريزيستنت، انتبهوا معايا، لو زاد البلمونري فاسكولار ريزيستنت أعلى من حوالي 12 يونت، هي هذه اسمها يونت اسمها وود يونت، لو يعني زادت الفاسكولار ريزيستنت في البلمونري سيركوليشن أعلى من 12 سارت، فهنا وصلنا لمرحلة إنه الأوعية الدموية في اللنك خلاص صارت قافلة، صارت كلوزد، وبالتالي يعني خلاص صار فيها يعني ستيف فيزلز، يعني صارت صلبة، فهنا ما في داعي نقفل. ليه؟ لأنه لما صارت البلموناري فاسكولار يعني أو البلموناري بلاد فيزلز صارت مقفلة، خلاص الدم يعني ما عاد صار يعني يوصل للليفت بشكل كبير. تخيل لما الوعاء الدموي خلاص يعني يكون مغلق أو يكون مسدود، ما حيجي يعني بلد كتير على
على الليفت سايد. طيب ما حيجي دم كثير على الليفت يعني سايد، اوكي. وبالتالي حيعتمد الليفت فنتركل على الدم اللي حيجيله من الرايت سايد، لانه مع زياده ضغط الدم في البلمونري سيركيليشن وزياده الضغط في الاوعيه الدمويه، الدم حيجي من الرايت للليفت، حينتقل من الرايت فنتركل للليفت فنتركل، فالشنت هنا حيحصل له انعكاس. طيب فبالتالي يعني الليفت فنتركل حيعتمد على الدم اللي يوصل له من الرايت سايد، لانه ما في دم بيجي له من البلمونري فين، لانه هنا خلاص الاوعيه الدمويه قفلت، فما في دم حيوصل من الاوعيه الدمويه هنا، الدم حيجي له من الرايت فنتركل عن طريق انعكاس الشنت. فلو قفلت الفي اس دي خلاص قفلت المصدر الدم الوحيد اللي حيجي للليفت فنتركل، وهذا حيعمل لي ديكريز في الكاردياك اوتبوت. طبعا اولضو انه هنا الشنت انعكس، ايش حيحصل في البيشنت لما الشنت حاجي من الرايت ليفت؟ حيحصل لي سينوزس، اولضو ان هم حيكونوا سينوزد، بس معلش نخليهم سينوزد ولا نقفل ال في اس دي حتى لا يدخل البيشنت في لو كاردياك اوتبوت. وكمان لو قفلناه كمان مع زياده ضغط الدم اللي في الرايت فنتركل، الدم حينزل على اسفل، حينزل على الليفر، بيعمل لي هيباتوميجالي واساتس ولو ليمب اديما، بيعمل لي رايت سايد هارت فيلير. فاذا احنا ممكن نقفل الفي اس دي لما يكون عندي بلمونري هايبرتنشن، بس لسه الفاسكولار ريزيستنت في الاوعيه الدمويه في الرئتين لسه ما هي عاليه. لما يعلى ضغط الدم في الاوعيه الدمويه في الرئتين اكثر من 12، طيب حيحصل شنت ريفرس، حيكون الشنت من رايت تو ليفت، وهذا يسميه ايزمنجر، لكن ما في داعي نقفله لانه الليفت فنتركل حيعتمد على الدم اللي يجيله من الرايت، لانه لما تقفل الاوعيه الدمويه اللي هنا ما حيوصل دم كثير للليفت سايد. طيب يعطيكم العافيه، جزاكم الله خير.